أستاذ عبد العزيز المقبل الكاتب المتخصص في الصناعات البترولية، أهلا بك أستاذ عبد العزيز على شاشة الإخبارية. اتفاقية كبيرة وتاريخية، ما يميزها أنها تمت بهدوء ودون تدخل من أي دولة أخرى، يبدو أن الإرادة السياسية كانت خلف هذا الاتفاق التاريخي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ محمد والسيدات والسادة مشاهدين الإخبارية. نبارك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، سمو سيدي ولي العهد وسمو وزير الطاقة الذي وضع الكثير من الجهد في هذه الاتفاقية، وملف ظل عالقا لفترة طويلة تم حلتها بشكل سريع وبهدوء كبير. طبعا نبارك أيضا للقيادة الكويتية، ونبارك هذه العودة إلى الأعمال في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا. جميل أستاذ عبد العزيز، يعني معلوم أن هذه المنطقة كان هناك اتفاق يعني عليها ولم يكن هناك يعني خلاف، ولكن لتوضيح نقطة الخلاف السابق، هل هو كان على حقول البترول الحالية أم على المنطقة المحايدة؟ طبعا ما يجب أن ننوه إليه هنا أن الخلاف كان خلاف تشغيلي بحت، ويرتبط بنواحي تشغيلية وبيئية وما يرتبط بها من هذه النواحي، خصوصا مع المتغيرات والتقنيات الجديدة التي دخلت إلى أسواق الإنتاج والنفط وشركات النفط المشغلة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك العديد من الشركات التي ظلت تشغل هذه الحقول، ومن هنا حصل اختلاف في وجهات النظر. تم إيقاف الإنتاج من الجهتين، ولكن ولله الحمد يعني تم تجاوز على ما يبدو تفاصيل التشغيلية والبيئية في هذه الاتفاقية الإلحاقية، ونتأمل أن يعود الإنتاج كما تم إعلانه في يناير من 2020. طيب أستاذ عبد العزيز، يعني أنت تقول أن الخلاف كان تشغيلي بحت في طريقة التشغيل، هل يعني تقني بحت يعني فيما يتعلق بآليات وإنتاج واستخراج البترول؟ يعني نتحدث هنا عن صناعة بترول فقط أم نتحدث عن حصص ونتحدث عن منطقة مغمورة ومحايدة حتى يكون الأمر واضح؟ طبعا لم يتم إعلان أي تفاصيل بما يخص ما هي التفاصيل الدقيقة لهذه الاتفاقية الإلحاقية، ولكن عند متابعتنا خلال 5 سنوات الماضية ظلت الأمور التشغيلية بما يخص المكامن وحقول النفط تحت الأرض وكيفية الاستخراج والشركات المشغلة وكيفية توزيع النفط الخام بعد الإنتاج، كل هذه النواحي كانت عناصر يتم مناقشتها من خلال قراءتنا خلال 5 سنوات الماضية. سنعرف أكثر خلال إعلان هذه الاتفاقية الإلحاقية ما الذي سيتم خلاله مراجعته أو إعادة بحثه ما بين الطرفين. طيب أستاذ عبد العزيز، بالفعل نحن ننتظر البيان الإعلامي النهائي والذي سيوضح أيضا على ما هي يعني بنود هذه الاتفاقية، لكن المهم أن نتحدث أستاذ عبد العزيز عن هذه الكميات التي ستعود من جديد للسوق. يعني هذه الكميات توقفت منذ 5 سنوات، لم تدخل لا في الحصة الإنتاجية للمملكة ولا في الحصة الإنتاجية للكويت، وبالتالي لم تدخل في الحصص حصصها أو حصص الدولتين في منظمة أوبك، وكذلك لم تدخل في حصص الدولتين في اتفاقية أوبك بلس. هل تعتقد أن هذا يعني مؤشر أن هناك تعديلات على هاتين الاتفاقيتين، أم هذا الاتفاق لن يتدخل في يعني ما تم الاتفاق عليه في أوبك وأوبك بلس؟ في الواقع كان سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه في 6 ديسمبر نهاية اجتماع أوبك بلس، نهاية البيان الختامي للاجتماع، بأن هناك عودة لهذه الاتفاقية في المنطقة المقسومة، ولكن في حال عودة الإنتاج فإن الحصص كما هي متفق عليها في اتفاقية أوبك بلس لن تتأثر سقوف الإنتاج بعودة إنتاج أي من الحقول في المنطقة المقسومة. ولكن أستاذ محمد، أود أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا. تفضل. وهي الكثير من الملفات ظلت عالقة لسنوات 3 أو 4 ماضية. كل الشكر والتقدير لمقام سمو وزير الطاقة الذي خلال أسابيع
قصيرة من تعيينه قام بحلحلة ملفات كبيرة، وهذا يعد واحد من أهم الملفات التي قام سموه مشكورا بحلحلتها، والجلوس إلى طاولة المفاوضات ووضع الاتفاق. هو ليس غريبا عن هذا المجال أستاذ عبد العزيز، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة الحالي هو ابن هذه الصناعة منذ زمن كبير، وهو من يقف خلف الكثير من الملفات. ولكن بالفعل الملفت في سياستنا البترولية أن الكثير من الملفات العالقة منذ تولي سموه هذا المكان انحلت وبسرعة. الأستاذ عبد العزيز المقبل الكاتب المعروف والمتخصص في الصناعة البترولية، شكرا جزيلا لك.